اهلا بيكم في فيديو جديد، معاكم احمد بوري. من فترة كده فكرت ايه التطوير او الخطوة الجديدة اللي اخدها في القناة، فاستقريت ان انا اشتري بي سي كويس يساعدني في المونتاج بتاع الفيديوهات اللي انا بعملها، وكمان يعني يكون بعض الاحيان العب عليه مثلا الالعاب اللي كنا بنلعبها، بابجي وكول اوف ديوتي وفورتنايت والحاجات دي. فحطيت ميزانية 6000 جنيه، واظن ده ارخص مبلغ او اقل مبلغ تشتري بيه تجميع، بعد كده مفيش اظن تقريبا يعني. فبعد استخدام التجميعة دي في كل حاجة بقى، في الألعاب وفي شغل البريمير وفي كل حاجة، جيت أنقل لكم التجربة دي. وكمان خلينا نشوف ايه أصلا التجميعة دي، عشان لو حد هيشتري تجميعة ب6000 جنيه، فدي من وجهة نظري أنا شايفها أفضل حاجة تشتريها بالسعر ده. فخلينا نتعرف على التجميعة بعد كده أقول لكم رأيي فيها، وما تنسوش قبل ما نبدأ الاشتراك في القناة واللايك لو عجبك الفيديو. اول قطعة واللي هي المذر بورد، وهي الجيجا بايت ب450 MS2H، جبتها ب1450 جنيه، ودي كنت شايفها انها ارخص مذر بورد ممكن اجيبها وتكون كويسة وممكن اطور عليها بعدين. كمان فيها كل الحاجات الاساسية اللي انت محتاجها، هي ما فيهاش رفاهيات كتيرة، هي فيها الحاجات الاساسية اللي انت بتحتاجها بس، المخارج USB الكتيرة، مخارج الشاشة اللي هي DVI والفيجا والHDMI، كمان فيها مش عارف خاصية كده بيسموها 800 او 811 8، ودي بتخلي لك النت في الالعاب سريع جدا. وفعلا وانا بجرب الكيسة البنج في بابجي مثلا كان بيبقى من 70 ل 80، ما بيزيدش عن كده، فدي حاجة كويسة جدا وفيها مكثفات كتيرة وتديك جودة افضل. لكن الحاجة يعني اللي كنت متضايق منها ان هي فيها منفذين للرامات بس، ف يعني انا اكيد ان شاء الله فترة وهطور عن ال16 جيجا رام، هزود عن ال16 جيجا رام، فهي اخرها 16 جيجا رام. فدي كانت حاجة مش عجباني في المذر بورد. طبعا لو انت تقدر تزود شوية وتجيب اللي هي ال DS3H دي هيكون افضل وفيها مميزات اكتر، وكمان الفرق بينهم سعر قليل. فيعني دي انا قلت اوفر واجيبها، انا مش محتاج الحاجات الكثيرة دي، اوفر في السعر عشان السعر ما يفتحش مني في الاخر يعني. تاني قطعة واللي هي المعالج، واكيد بعد ما شفته المذر بورد عرفته ايه هو المعالج ده، وهو الريزن 3 3200 جي. المعالج ده انا شايفه بيوفر لي الحاجات اللي انا محتاجها في الشغل بتاعي بتاع المونتاج، يعني 4 كور و4 ثريد، والتردد بتاعه 3.6 جيجا هرتز، فهو بيحقق لي اللي انا محتاجها، الحاجات اللي انا محتاجها من المعالج. كمان الميزة الاكبر اللي فيه ان هو APU، فهيوفر لي ان انا اشتري كارت شاشة خارجي، لان انا هي دي الميزانية بتاعتي مش هقدر ازود عن كده. فالAPU اولا ان هو كارت شاشة مدمج مع المعالج، فبصراحة الكارت شاشة ده يعني هيسندك شوية او هيسد معاك في الحاجات اللي انت بتستخدمها في الموبايل، الى حين انت بقى ما تجيب كارت شاشة، او لو مش عايز تجيب كارت شاشة وتستخدم الكمبيوتر كده عادي، بس برضو لابد يعني من انت تشتري كارت شاشة. فاداؤه معايا كان كويس جدا في بابجي، كان كويس بيشغل لي حتى بابجي على HD واكسترا في الفريم، فبس اتسقط فريمات طبعا يعني، فبقلل اعداد شوية واللعبة بتكون معايا كويسة جدا. في البريمير برضو كويس وبيشتغل معايا كويس جدا، لكن طبعا مع الشغل التقيل عليه بقى بيبدأ يقطع معايا الفيديو، مثلا كان بيمشي عادي في الاول بعد كده بيبدأ فيه تقطيع جامد بعد ما بقى زود شغل كتير جدا عليه. ودرجة الحرارة بتاعته كويسة، يعني الطبيعي بتاعه بيبقى من 45 ل50، وانا مش اصلا الكيسة اللي انا جايبها مفيش غير مروحة واحدة ومفيش اي نظام تبريد، فدي درجة حرارة كويسة جدا. مع بقى يعني ما بعمل ريندر ليه الفيديو من بريمير، درجة حرارته بتعلى جامد، ممكن توصل ل60 او 70، فانا شايفه معالج مناسب جدا وبيوفر لي الحاجات اللي انا محتاجها من معالج بالسعر ده. تالت حاجة جبتها وهي الرامات، وهي قطعة واحدة 8 جيجا رام من هايبر اكس بتردد 3200 او 3.2 جيجا هرتز. اظن ان انت ما تقللش عن كده عشان الاداء يكون كويس شوية، لان انت لو قللت عن كده مش هتاخد اداء كويس من الرامات. بعد كده جبت SSD بس ما جبتش هارد، وانا اخترت بينهم فقلت SSD اهم اجيبه، بعد كده ابقى اجيب الهارد بعدين. فجبته 240 جيجا، وانا استخدامي مش محتاج اكتر من كده يعني، انا ما استخدمش اكتر من كده. فانا كنت للاسف قلت لصاحب المحل ان انا عايزه ايه داتا، لكن للاسف الدهوني اللي هو WD جرين، يعني اظن مش الفرق مش هيبقى كبير قوي، لكن طبعا الماركة التانية كانت هتبقى
افضل شويه في نقل البيانات. اخر حاجه جبتها وهي الكيس، انا مش عارف طالع في الفيديو ولا لا، وهي على فكره دي كراتين بس، الكيس اصلا انا مركبها وشغال بيها وبعمل عليها الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي. فالكيس من اللي هي كيو جار ام اكس 410 وكمان معاها باور سبلاي 500 واط، سعرها 1450 جنيه. هي كيسه بتقضي الغرض يعني، هي ما فيهاش اي رفاهيه تماما، زي ما قلنا في المذر بورد هي مروحه واحده بس والخامات بتاعتها رديئه شويه، لكن فيها ميزه ان هي حجمها كبير شويه وتقدر تحط فيها حاجات كتير يعني. فهي دي كانت كيسه مناسبه للتجميع اللي انا جايبها. اخر حاجه جبتها بقى وهو الشيء ده، هو كيبورد وماوس مع بعض ب 150 جنيه من ايتك، اسمه كيبي 5100 جيمنج، وهو لا يموت الجيمنج بصله غير الالوان اللي فيه. الماوس يعني سيء جدا، انا منصحش حد يشتريه اساسا يعني، هات الماوس اللي هو ب 10 جنيه ده احسن. فدي كانت اخر حاجه جبتها، فحبيت انصحكم ان محدش يجيب الحاجه دي يعني. كده بقالي 3 اسابيع بستخدم الكيسه دي، جربت عليها كل حاجه، شغل البريمير والالعاب، فهي مدياني كل اللي انا محتاجه، كيسه كويسه جدا، وبالاخص في شغل البريمير هي كويسه، بس برضو انت محتاج حاجه اعلى من كده عشان تشغل برنامج تقيل زي ده يعني. هو البرنامج كويس معايا، لكن بعد شويه تعديلات فيه مع الاكسبورت بتاع الفيديو استهلاك المعالج بيكون 100%. فطبعا احنا لازم نكون واضحين ان المعالج هنا مش هيديك افضل اداء انت محتاجه من البريمير، لازم تزود وتجيب معالج اقوى من ده او تشتري كارت شاشة خارجي بقى غير الكارت الشاشة المدمج مع الموبايل. لكن انا استخدامي خفيف للبريمير ومقضي الغرض، وكيسة كويسة يعني. وفي بابجي زي ما قلت انها بتشغلي على HD واكستريم في الفريم او اكسترا في الفريم، واللعبة شغالة كويس وسرعة النت فيها كويسة جدا من 70 ل 80 زي ما قلت، فهي مقضية الغرض يعني. وانت لو حبيت تطور وتشتري كارت شاشة خارجي فاظن ممكن تلاقي تجميع افضل من كده، لان انا عامل حسابي ان انا مش هجيب كارت شاشة وهكمل على التجميع دي. فدي كانت افضل تجميعة شفتها ب 6000 جنيه، وده كان فيديو مختلف شوية بقى عن موضوع الموبايلات وكده، فحبيت يبقى فيه تغيير شوية. يا رب يكون عجبكم الفيديو، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.